ينضم إلينا مباشرة من كوفنتري رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا. بداية، ما هي سيطرة على هذه المواقع العسكرية، وبالتالي ما طبيعة الخسائر ورد الفعل السوري عليه؟ نعم، صباح الخير. من المفترض بأنها هي مواقع تابعة بين مزدوجين للجيش العربي السوري، وأن التواجد فيها فقط للجيش العربي السوري. المواقع العسكرية التي استهدفت هي عبارة عن مراكز رصد عند الحدود مباشرة مع الجولان السوري المحتل. طبعا التركيز هي في محافظة القنيطرة، إداريا قد يكون أحد المواقع تابع لريف درعا الغربي، لكن بالنهاية حزب الله موجود، وموجود في قوة في هذه المناطق. الاستهداف الإسرائيلي لموقع الرصد جاء بعد يعني يومين من إسقاط حزب الله لمسيرة إسرائيلية فوق القنيطرة، وجرى سحب المسيرة إلى داخل القطاعات العسكرية التي يتبع لها أحد المواقع المستهدفة من قبل المسيرات الإسرائيلية، والتي قتل فيها ضابط برتبة ملازم كان في هذا الموقع الذي هو عبارة عن موقع رصد تابع للواء عسكري سوري. من المفترض بأنه لواء عسكري سوري ولا علاقة لحزب الله فيه، إلا أن حزب الله يتواجد في جميع هذه المواقع العسكرية بالرغم من مطالبة روسيا سحب حزب الله لكامل مقاتليه من المواقع العسكرية السورية. طب، مع تراجع حدة الضربات منذ قصف القنصلية الإيرانية والتصعيد الأخير، كيف تصف العملية هذه الأخيرة من ناحية التوقيت وكذلك الآثار؟ لا، حزب الله يعني الضربات هي كانت متراجعه في شهر ايار مايو الفائت، لكن في الشهر الجاري جرى تصاعد الضربات الاسرائيليه، الا ان حزب الله جرى يعني قام باخفاء مقاتليه بشكل كبير جدا حقيقه الامر، سواء في الحدود مع الجولان المحتل، سواء في الحدود مع لبنان. الضربات الاسرائيليه هي في حاله تصاعد، ولكن هي في حاله ترصد لحزب الله وتحركاته داخل الاراضي السوريه اليوم. ولكن الضحيه اليوم كانت هو يعني ضابط في قوات النظام برتبة ملازم شاب يعمل بوحدة رصد عند الحدود مع الجولان المحتل، وهو مقرب من حزب الله اللبناني. نعم، هل بات معلوما من أين انطلقت لربما هذه المسيرة، وكم تبعد كل من القنيطرة ودرعا عن الحدود وفرصة استهدافها لربما مرات أخرى؟ لا، هي على الحدود مباشرة، هي على الحدود مباشرة مع الجولان المحتل، يعني تبعد أحد النقاط تبعد بضعة مئات الأمتار من الحدود مع الجولان المحتل، يعني أن مناطق حدودية مع الجولان المحتل وفرصة استهدافها هي مستهدفة بشكل مستمر أكثر من مرة. القواعد العسكرية الموجودة على الحدود مع الجولان المحتل استهدفت من قبل الإسرائيليين. هل بالإمكان التوقع بأن هذه الاستهدافات ستقود أو ستؤدي إلى استهدافات لمناطق أخرى ربما تصعيد من شكل آخر؟ دعينا نقول إذا ما استخدم حزب الله، وهو لا يستخدم الآن بشكل واضح، الأراضي السورية من أجل تصعيد الاشتباكات مع إسرائيل، واستهدف الجولان المحتل من داخل الأراضي السورية، أعتقد بأن الحلقة الأضعف في هذه الاشتباكات هي الأراضي السورية، والتي من الممكن أن تشرحها إسرائيل في أي لحظة، لأنها هي قامت بالفترة الأخيرة بتدمير حقول الألغام الموجودة في منطقة فض النزاع التي هي يعني طبقت منذ عام 1974. كنت معنا من كوفنتري السيد رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.